ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم يوميات شيري في المطبخ والبيت. هقول لكم تجربتي مع الكنبه السرير. كان عندي كنبه سرير كانت وحشه جدا جدا، كنت خلاص هتترمي، وكان كل البيت اجمع ان هي لازم تترمي خلاص بجد، هي مش نافعه خالص. فانا قلت اعمل ايه، قعدت بقى ابحث على النت واشوف كده الكنب السرير الجديد عامل كام. دخلت بقى على النت لقيت احلى كنبه ب3.5، بتبدأ من 3.5. الكنب السرير اقل من كده مش حلو خالص، وفي ناس اشتكوا ان هو يعني وحش جدا، بيهبط بسرعه، وجت فتحته يعني واحده استخدمته وفتحت الكنبه ما عرفتش تقفلها تاني، اللي هي ب1000 جنيه دي مشهوره قوي على النت وعلى في التلفزيون، بتطلع في التلفزيون كتير، فبتنصح ان محدش يجيبها خالص. فانا قلت اعمل ايه في الكنبه دي، قلت لازم اجددها، وفعلا جددتها وجبت الوان جديده زي ما انتم شايفين اهو. انا كنت عايزه اصور لكم قبل، بس بصراحه الصوره ضاعت مني مش لاقيها، قعدت ادور عليها مش لاقيها، بس بجد شكلها في الاول مش هصدقوا ان هي دي. ودفعت بجد مبلغ بسيط يعني عشان اخليها كده، يعني ما كملتش حتى 1000 جنيه على بعض. وبصوا جميله ازاي، نزلتها لمنجد اللي تحت البيت عندي، تحفه جدا بصراحه، واسعاره حلوه بصراحه جدا، ممتاز بصراحه. بصوا خليها لي تحفه ازاي وجميله، كلهم في البيت فرحوا بيها قوي، قالوا لي برافو عليكي ان انت ما رميتهاش اهو. فلو عندكم اي حاجه يا جماعه في البيت عايزه تتجدد، يا ريت تجددوها، ما ترموش حاجه، لان دلوقتي بجد كل حاجه بقت غاليه جدا جدا. بصوا جميله ازاي، بصوا الوانها حلوه قوي، ايه رايكم بقى؟ لو عجبتكم بقى ما تنسوش في الكومنتات تقولوا لي رايكم ايه كده. يا بقلوز بقلوز انزل تحت، لو عجبتكم قولوا لي رايكم ايه، ولو عندكم حاجه ما ترموهاش، جددوا كل حاجاتكم، الحاجه دلوقتي بقت غاليه جدا يا جماعه فعلا، وربنا يسهل ان شاء الله. ويا رب لو عجبتكم ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس الاحمر عشان يوصلك كل جديد، وباي باي.